احمد منورنا في بيتك الكبير، بس على فكره وانت داخل ما عرفتكش. انا قلت احمد مجعم نيو لوك ما شاء الله يعني. انا مش قصدي والله يا كابتن، يعني انا لما جت علينا طبعا فتره الكورونا ما كنتش بنزل اصلا من البيت، فطبيعي ان انا كنتش بروح احلق، ففجاه لقيت شعري طول يعني، حتى مراتي كل شويه طب احلق، طب انزل روح الحلاق، انا مش عايز انزل، مش عايز يبقى فيه اختلاط كتير. صحيح. كنت موسوس من موضوع الكورونا وقلقان القلق يعني والله ده. بص، هو كل شيء بقدر الله، لا ممكن ابقى قاعد في البيت وربنا يبتليني، بس احنا بناخد بالاسباب. كمان احنا عندنا مسؤوليه كبيره، يعني عندنا اهل وعندنا ناس كبيره طبعًا في العيله، عندنا اطفال بالظبط. فانا لو مش هخاف على نفسي لازم اخاف طبعا على الناس اللي معايا، فعشان كده لقيت فجاه سبحان الله يعني قلت اخليها كده لحد ما نرجع ان شاء الله. وبعد ما رجعت بقى يعني ربنا كرمني كده في الماتشين اللي وديين، الناس كانوا مبسوطين والناس شايفين ان في لعيب جديد جه. بس خليك على جنب، قال لك اثبت. اثبت على جنب، اثبت على جنب. انا خلاص انا مش هحلق غير لما ناخد افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله. انت واحد